السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريناد من قناة ريناد برنسس. واليوم الكلام راح يكون عن أن الناس اللي فايزين كذا. خلكم المركز الأول، إنه أنا مسوي سحب في أنا منتج تقليدي، هذه صورته، اسم الماب هذا هو. طبعا السحب عبارة عن، طبعا المركز الأول راح يكون كل هذه الأشياء شفينا، شايني ومسدس رينبو ومفتاح. ألف باير ريناد. وش نسوي بالمفتاح؟ إحنا نعلمكم. طبعا تكون الشوب دون ده، المفتاح يكون 125، تجون هنا تطقون تفتحون شيء اللي انتو تبغونه، ما بيطلع لكم يعني شيء، هذا موفق للجميع. ويعني يب، هذا المركز الاول. المركز الثاني الحين اقول لكم وش. تمام، المركز الثاني راح تكون هذه الاسلحه اللي على الشاشه، السلاح البينك ومفتاح. تجون ليش سلاح بينك ومفتاح؟ يعني البينك ترى والله نادر يعني، وايه يعني نادر صدق، والله نادر. المركز الثالث راح يكون مفتاح كم ترون. مفتاح طبعاً، بس بابي أتمنى في نهاية المقطع كل حب لايك شير سبسكرايب. أحبكم، باي.